السلام عليكم. طريقة جديدة لإعلانات منتجاتك على يوتيوب مجانا، تمشي على حسابك على أمازون أو موقعك الخاص أو حتى ريد بابل، وعمل نسخ للمنتج المراد إعلان، عمل نسخ للعنوان ومشي على اليوتيوب وعمل تعديل لأحد الفيديوهات، أي فيديو، المقاطع الصغيرة أو المقاطع الطويلة فكلها مقبولة منك. لكن هذه الميزة موجودة في القنوات اللي عدد المشتركين كثير، وبعدين بيفتحوا لك هذا الشيء، أنزل أسفل الفيديو بتحصل تاج برودكت، بتعمل سيرش على اسم المنتج بيجيب لك المنتجات هذه، ممكن تضيف أكثر من منتج وتعمل فيو، ولو حبيت تحرك مثلا اللي تحت هذا يظهر فوق في الفيديو ما عليك إلا تنتقل، هكذا كده راح ينزل أول واحد فوق، تنزل بالسهم وتعمل سيف، عمل سيف للفيديو وتأكد عمل مشاهدة، شوف راح ينزل وين. هذا نازل هنا على أقصى اليسار، شايفين هنا فيو برودكتس، لو ضغط عليها بجيب لك هذه المنتجات، تعمل فيو وتضغط على فيو اون كذا، أو تعمل كومبير وتشوف المحل اللي راح تشتري منه. أتمنى الفيديو يكون مفيد لك، وما تنسى تعمل لايك، شاركه مع أصحابك، والتوفيق لك، في أمان الله.